فضيلة الشيخ، يقول السائل: يحدث عندي بعد الفراغ من البول الإحساس بخروج شيء مع الحركة والقيام والقعود، وحاولت أن أتجاهل ذلك، لكنني تأكدت أنه حقيقة، حيث إني أحسست إذا أحسست بذلك أقوم بالتفتيش فأجد ذلك حقيقة تامة، ثم بعد ذلك بدأت أضع منديلا على الذكر بعد الفراغ من البول، لكن أحيانا أنسى هذا المنديل وأتوضأ وأذهب للصلاة، فهل علي شيء حيث إن المنديل قد يكون فيه نجاسة؟ ربما أن هذا من الوسواس، كله من الوسواس، ولكن عليك أولا إنك إذا تبولت أن تحرص على استفراغ البول ولا يبقى منه شيء في الذكر، تحرص على الاستبراء من البول، ثم تستنجي وتتوضأ. فإذا حرصت ولم تستعجل في الوضوء حتى ينقطع البول نهائيا واستنجيت أو استجمرت بعده، فإنه لا يحصل عندك شيء من هذا، لأنك عملت الاحتياط من الأول. أما إذا استعجلت ربما أنه يحصل عندك هذا الشيء، لأنك استعجلت قبل أن ينقطع البول، فعليك بعدم العجلة عند التبول، فلا تتوضأ حتى ينقطع البول وينشف الذكر. ولو تأخرت شيئا من الوقت ما لم يبلغ إلى حد الوسواس، أما قضية إنك تجد شيء، فإذا وجدت شيء تيقنته فلا شك أنه يجب عليك الوضوء، يجب عليك الاستنجاء، ويجب عليك الوضوء من جديد. لكن احذر من الوسواس، فإن الشيطان يخيل لك أنه خرج منك شيء وأنك حصل منك شيء من أجل أن يفسد عليك العبادة ويشق عليك. احذر من الوسواس، واحرص على قطع البول قبل الوضوء، وسيزول عنك ما تجد إن شاء الله. نعم.